مشاهدينا في كل مكان، صباح الخير على حضراتكم، برحب بيكم وحلقه جديده وساعه صبحيه ان شاء الله. نهار سعيد ويوم جميل مليء بالامل والخير والتفاؤل. بصبح عليكم، بصبح كمان على زميل العزيز عاصم الشندويلي اللي بيشارك معايا في تقديم حلقه يوم الاربعاء. صباح الخير يا عاصم. صباح الخير يا ماما، وصباح الفل على حضراتكم مشاهدي الكرام في كل مكان. يا رب يكون يوم مشرق مليء بالتفاؤل والعمل والعباده في المقام الاول، ودايما ان شاء الله باذن الرحمن ايامكم كلها سعاده. طبعا الحمد لله رب العالمين، بنشهد دلوقتي حاله لطيفه من الطقس ولكن بيميل البروده، عشان كده بتقول لحضراتكم خدوا حذركم في هذه التوقيتات تجنبا للاصابه لا قدر الله باي امراض. حابب نتكلم معاكم النهارده في موضوع في غايه الاهميه اسمه تطوير الذات. تطوير الذات من الاشياء اللي كل واحد فينا لو اتبع هذا السلوك او هذه القيمه في حياته، اعتقد ما بين الحين والاخر هيجد نفسه في مرحله افضل مما هو عليها. بمعنى ايه؟ ان انا احيانا اي واحد فينا كده بيصل لمرحله معينه مثلا من العمل، مرحله معينه من الحلم بتاعه ان هو اتحقق، خلاص بيقف على مستوى الحلم بتاعه او مستوى العمل بتاعه. ده في حد ذاته كويس، ولكن الافضل منه ان انت يكون عندك تطلعات لمستقبل افضل، تطلعات وتخطيط لحياتك باراده قويه تقدر من خلالها ان انت تصل لمستوى افضل مما هو عليه. هربط ده بباباك ومامتك زمان ايام الجامعه وايام المدرسه، لما كان باباك يقول لك مثلا انا عايز امتياز، هو ليه بيقول لحضرتك انا عايز امتياز؟ عشان لما تجيب جيد جدا ما يبقاش زعلان وانت ما تبقاش زعلان، ده معناه ان التقدير عالي، فمعناه انك انت يكون عندك تطلعات للحاجه الاكبر عشان لو جات لك اللي وراها على طول ما تزعلش او تبقى برضه في مستوى افضل، غير لما تحلم بشيء معين محدود طالما انت وصلت له ما يبقاش املك في الحياه ده وخلاص. فمهم ان يكون عندنا تطوير للذات، اكيد ده ليه مبادئ وليه اسس وليه معايير. مش معنى ان انا احلم مثلا ان انا ابقى مذيع مشهور والوحيد اللي في الوطن العربي والعالم كله، ان انا اقعد حاطط ايدي على خدي وخلاص كده يبقى في يوم من الايام هوصل لمرحله، لا، ده محتاج مزيد من العمل، محتاج مزيد من التطوير، محتاج مزيد من الكورسات، محتاج مزيد من الاطلاع. عشان كده بنناشد حضراتكم تغرسوا هذه المفاهيم الهامه مش بس في اولادكم اللي هم بيشتغلوا او شبابكم او اخواتكم، لا، ده منذ الطفوله ومنذ الصغر، منذ لما يكون طفلك حتى في كي جي 1 او بالبري كي جي، تعلموا ازاي يكون عنده طموح، تعلمه ازاي يكون عنده اصرار تطلع لمستقبل افضل عشان يقدر يحقق ذاته ويصل لمكانه كويسه يعيش فيها هو ويعيش فيها اولاده من بعد كده. دايما كل مجتمع بيطلق عليه ان هو مجتمع متحضر او مجتمع فيه نسبه عاليه من التعليم والعلم، ده بيتوقف على المستوى العلمي لافراد المجتمع. كل شخص عليه مسؤوليه تجاه نفسه وتجاه المجتمع اللي بيعيش فيه، ان هو يكون شخص متطور، شخص متحضر، شخص بيشتغل على نفسه، بيقدر يدرس ويتعلم طول ما هو عايش. مفيش حاجه اسمها ان انا احط سقف كده لمستوى التعليم بتاعي، ان انا اكتفي مثلا بالليسانس او بالبكالوريوس بتاعي واقول كده انا خلاص خلصت دراستي ومش هكمل. ليه ما تكملش ليه؟ لو انت عندك المقدره والوقت ان انت تشتغل وتذاكر وتدرس، ده شيء جميل جدا. الكورسات والدورات التدريبيه اللي بقت موجوده في كل مكان وفي مختلف التخصصات شيء متاح ايضا، وفي منها دورات تدريبيه بتبقى بمبالغ رمزيه مش مكلفه، يقدر الواحد ان هو ياخدها ويطور من نفسه. ومش عيب ابدا ان انا اكون مجال دراستي في حاجه وادرس حاجه تانية او اخد كورس في حاجه تانية، بالعكس ده بيدعمك وبيديك فرصه او بيفتح لك مجال ان انت تشتغل في حاجه تانية ممكن تكون في وقت من الاوقات ما كانتش في بالك خالص، ولكن بيساعدك على ان انت تعمل ده. وزي ما قال عاصم، مهم ان احنا النشء الجديد والاطفال الصغيرين ناسسهم ونعلمهم على ان هم يطلعوا جيل عنده حافز، عنده رغبه في ان هو يطور من نفسه ويكون احسن، وكل يوم بيمر عليه يكتسب معلومه جديده ويكتسب ثقافه جديده. لو الجميل كمان يا مها ان احنا ممكن نشتغل على الهوايه بتاعتنا بجانب التعليم بتاعنا او العمل بتاعنا. عايز اقول لحضراتكم انا عندي صديقي دكتور وفي نفس الوقت بيعمل الكافيه والحاجات في الكافيه، يعني عنده كافيه بس هو شخصيا اللي بيعمل الكافيه والحاجات اللي هي الاكسبريسو والحاجات دي كلها عشان بيبقى ليها فن معين، غاوي الحاجات دي. الحاجات دي، ومش عايز اقول لحضراتكم يمكن بتدخل له دخل اكتر من مهنه الطب شخصيا يعني. فبالتالي الواحد مهم كمان انه يشتغل على الهوايه بتاعته او الحاجه اللي ممكن بيهواها او بيحبها بجانب طبيعه عمله. انا بحب شيء معين، ليه لا انك انت تمارس هذا الشيء، ممكن ربنا يكرمك ويكون ده مصدر رزق كبير جنب دخلك وممكن يساعدك بشكل كبير. مش عيب ان الواحد كمان يشتغل شغلانه واثنين وثلاثه طالما صحتك في المقام الاول تسمح بذلك وانك انت عندك وقت تسمح بذلك. ناس كتير جدا ما بتعرفش تستغل الوقت، الوقت كالسيف لم تقطعه قطعك، وقس على ذلك العديد من الامثال والعديد من المقولات اللي بتؤكد قيمه واهميه الوقت في حياتنا. فعشان كده انا بناشد حضراتكم ونفسي في المقام الاول بقول لها لازم كلنا ان احنا نستغل انفسنا ونستغل الوقت بشكل كبير جدا خاصه في هذه الظروف. رجال الاعمال لما تيجي تسأل
تسألهم أبرز المقولات اللي بيحبوها يقول لك ممكن الوظيفة تحمي البني آدم من الفقر ولكن لا تحقق له الغناء. إذن الغناء وهو المبدأ الأساسي لأي شخص مثلا حابب يشتغل، ما احنا كلنا بنشتغل ليه؟ عشان نجيب أكل عيشنا ونجيب مصاريفنا ونعيش في مستوى اجتماعي كويس. فبالتالي الطموح لما يكون عندك ولما يكون عندك إرادة قوية كمان بجانب تطلعات، أعتقد ده لما تبلورهم كده زي ما بيقولوا تضربهم في الخلاط، أعتقد هيطلعوا لك حاجة حلوة في الآخر تقدر إن شاء الله تيسر بيها كل أمور حياتك بما تساهم في بناء مصرنا الحبيبة. عشان كده سلم على مصر، هنسمعها مع بعض ونرجع نكمل مع حضرتك.